بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مرحبا بكم في هذا الفيديو الذي سوف نتحدث فيه عن بعض المهارات في تدبير الخلافات الزوجية. قبل أن نبدأ هذا الموضوع المهم جدا، لا بد من أن نقف على بعض الأمور وبعض النصائح للمقبلين على الزواج. هناك 3 أشياء لا بد للمقبلين من على الزواج من أن يتعرفوا عليها وأن يعملوا جاهدين على اكتسابها قبل الدخول في قفص الزوجية أو في دخول حياة الزواج وحياة المسؤولية. أول شيء هو معرفة الحقوق والواجبات، كي لا يتعدى طرف على حقوق الطرف الآخر، وكي يقوم كل طرف بواجبات الطرف الآخر دون إخلال ودون نقص. النقطة الثانية، لا بد على المقبلين على الزواج أن يفهموا النفسيات، لأن فهم النفسيات شيء مهم جدا في تقبل الآخر وفي حسن التواصل مع الآخر. وأقصد هنا بفهم النفسيات أولا أن يفهم الإنسان نفسه ابتداء، ثم يفهم الطرف الآخر كذلك، لأن فهم النفس أولا هو أول خطوة لفهم الآخر. كيف نفهم الآخرين دون أن نفهم احتياجاتنا ونفهم شخصياتنا ونفهم ما يغضبنا وما يسعدنا وما يقلقنا وما يريحنا؟ وكذلك فهم الآخر هو مهم جدا، لأن فهم الآخر يؤدي إلى حسن التصرف إزاء مواقف الآخر، وكذلك حسن معرفة الطرف الآخر تساعد الإنسان على أن يعلم أن هذا الطرف الثاني لعله كان يمزح، أو لعله كان غاضبا، أو كان على غير حالته التي يعرفها عليه. والنقطة الثالثة والأخيرة وهي لغة الحوار والتواصل، لا بد على كل طرف أن ينمي هذه المهارات، مهارة الحوار ومهارة التواصل، لأن التواصل الجيد والفعال هو من أهم الركائز الحياة الزوجية. إذا لم يكن تواصل بين الزوجين لن تكون هناك حياة طيبة وحياة كريمة للزوجين معا. لذلك فإن التواصل والحوار هما لغتان مهمتان تضفيان على الحياة الزوجية رونقا، وتضفيان عليهما طابعا خاصا، بحيث كل طرف من هذين الطرفين يعبر عن احتياجاته بلغة واضحة ومفهومة وصريحة، وكذلك الطرف الآخر يفعل نفس الشيء، وبالتالي يكون هناك توافق وتكامل بين هذين الطرفين. إذا 3 أشياء للمقبلين على الزواج. أول شيء معرفة الحقوق والواجبات، وثاني شيء فهم النفسيات، وثالث شيء هو اكتساب مهارة الحوار والتواصل. في الحياة الزوجية لا بد أن يقابل الرجل والمرأة مجموعة من التحديات، وهذه التحديات تثبت في كل مرة، وهذه المشاكل التي يواجهها ويجابها الزوجان معا في حياتهما الزوجية، هذه المشاكل وهذه التحديات والعقبات هي التي تثبت أوتاد الزواج، وهي التي تجعل من الزواج أو من العلاقة الزوجية قوية، أو تنحل عرى العلاقة الزوجية وتهتز سفينة الحياة الزوجية مع أول موجة عاتية أو صغيرة، ويتكسر المركب
ويضيع الربان وتضيع كذلك الزوجة معه. الحياة الزوجية لا تقوم فقط على مال الرجل ولا تقوم على جمال المرأة. وهل كل البيوت كما قال سيدنا عمر لا تقوم إلا على الحب؟ وأين المودة وأين حسن الخلق وأين التقبل؟ وفي الحياة اليومية في الحقيقة نجد أن قد بعض الرجال قد تكون زوجته جميلة المظهر وحسناء وتمتلك من الصفات الجمال وصفات الكمال ما يعجب الرجل وما يسر الناظرين، لكن جمال المرأة مع سوء خلقها هو من أكبر المشاكل التي تهدد الحياة الزوجية وتهدد استقرار هذه الحياة الزوجية، لأنني كما قلت آنفا الحياة الزوجية لا تقوم فقط على جمال المرأة أو مال الرجل، وإنما هناك أمور كثيرة تقوم أو تكون أهم من الزواج، أهم عفوا من المال ومن الجمال، لأن هذه الأمور المال والجمال هي أمور تجذب الطرفين إلى بعضهما البعض في البداية، أما في خضم الزواج وأثناء الزواج وبعد الزواج فهناك أمور أهم تصبح ذات أهمية. في بداية الزواج يركز كل الطرفين على إيجابيات الطرف الأول، ولا بد أن نعلم بأن الزواج يمر عبر 3 مراحل رئيسية. المرحلة الأولى هي مرحلة الانجذاب، حيث ينجذب كل طرف إلى الطرف الآخر، ويرى كل طرف في الطرف الآخر أنه هو الطرف الذي يكمله، ولا يرى فيه عيبا أو نقصا، وإنما يرى فقط جوانبه الكاملة وجوانبه الجميلة. أما المرحلة الثانية فهي مرحلة التعود، حيث يعتاد، وهي مرحلة تأتي بعد الزواج في السنة الأولى والسنة الثانية. وهذه المرحلة حقيقة إما أن يتأقلم ويتكيف مع الزوجان، وإما أن تحدث المشاكل ويحدث الطلاق والعياذ بالله. هذه المرحلة التي نسميها بمرحلة التعود هي مرحلة يعتاد فيها كل طرف على الآخر، فيصبح كل طرف يرى الآخر على حقيقته ويراه على هيئته التي كان عليها في بيت أبيه أو في بيت أبيها. وبالتالي هذه المرحلة إما أن تعقبها مرحلة التقبل أو تعقبها المرحلة الثالثة وهي مرحلة اللا تقبل، فتقع الصراعات وتقع المشاكل. أولا لا بد من أن يتزود الزوج والزوجة بمجموعة من المهارات كي يجتازوا المشاكل التي تجابهم في الحياة الزوجية. أول نصيحة: لا تتحاور مع زوجتك ولا تتحاوري مع زوجك وأنت غاضب. ثانيا لا بد أن نعلم أن لكل مشكلة حل. قال صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله من داء إلا وأنزل معه دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. العنصر الثالث وهي جلسة المصارحة. حقيقة عندما تكثر المشاكل وتكثر الخلافات الزوجية لا بد على هذين الطرفان أن يجلسا جلسة مصارحة يصارح فيها كل طرف الآخر بالأشياء التي لا يرغب بها أو الأشياء التي تؤلمه أو تؤذيه أو لا يرتاح إليها في الطرف الآخر. وهذه الجلسة، جلسة المصارحة، لا بد أن تكون جلسة تتسم بحسن التواصل وحسن الحوار وعدم المقاطعة وتجنب النقد واللوم وتبادل الاتهامات، لأن تبادل الاتهامات لا يزيد الطين إلا بلة ولا يزيد المشاكل إلا مشاكل.
النصيحة الرابعة: بعض المشكلات الزوجية ليس لها حل آني، أي أن بعض المشاكل هناك مشاكل تحل بسرعة وفي دقائق، ولكن هناك مشاكل لا تحل في يوم أو يومين أو شهر أو شهرين، بل إنها تحتاج إلى ربما إلى جهد ومجاهدة وصبر ومصابرة من كلا الطرفين. لا بد على الزوجين أن يعلما بأن الكمال لله عز وجل، وأن كل بني آدم خطاء، وأن الأصل في الإنسان أنه كثير الخطأ، ولولا أخطاؤنا لما خلقنا الله عز وجل. لو أرادنا الله عز وجل مخلوقات كاملة كالملائكة لخلقنا عز وجل دون عيوب ودون أخطاء ودون مشاكل. النصيحة الخامسة: بعض المشاكل الزوجية يتعايش معها، فلا بد على الزوج أو الزوجة أن يتكيف معها، خاصة إذا كانت هذه المشاكل مشاكل بسيطة، مشاكل بسيطة، مشاكل ليست في الدين وليست تؤثر على دين الإنسان. النصيحة السادسة: لا تحاول أن تغير الطرف الآخر، لا تحاول تغيير الطرف الآخر، ولا تحاول أن تغير بعض الخصال أو بعض الصفات التي لا تعجبك في الطرف الآخر، لأن محاولتك في تغيير الطرف الآخر لا تزيده إلا عنادا ومكابدة، ولا تزيده إلا إصرارا على ما يفعله، ولكن ساعده على التغيير بطريقة غير مباشرة، بحيث تؤثر فيه وتقدم وتحاول أن تقدم له بعض النماذج الحسنة التي تتميز وتتسم بالأخلاق الفاضلة. سابعا: لا تنتقد زوجتك ولا تنتقد الفعل الخاطئ، ولكن امدح الفعل المرغوب فيه. قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر لما سأله عن رؤيا رآها، قال صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. فمدح النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي الجليل، ولم يذمه ولم يقل لما لا يقوم الليل، بل قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. ثامنا: لا تدخل أطرافا أخرى في حل المشكلة، وخاصة الأهل، لأن الزوجين في الغالب وفي العادة ينسيان خلافاتهما ولكن لا ينساها الآخرون. لذلك إدخال أطراف أخرى، خاصة إذا كانت هذه الأطراف الأخرى غير حكيمة ولا تتسم بالرشد، إدخالها في حل المشكلة لا يزيد المشكلة إلا تعقيدا ولا يزيدها إلا إشكالية. تاسعا: تغافل، لأن التغافل 9 أعشار العافية. التغافل، يقول الشاعر: ليس الذكي بالسيد في قومه، ولكن سيد القوم المتغابي. لا تحكر ولا تحقق في كل فعل تقوم به زوجتك أو طفلك أو أي من خادميك أو من أي من العمال الذين يعملون عندك، لأن البحث عن أخطاء الآخرين يزيدك نفورا عنهم، ويزيدهم بغضا لك، ويزيدهم ابتعادا عنك. عاشرا: لا تركز على السلبيات، لأن لكل إنسان من بني آدم سلبيات وأخطاء ونقائص. وأخيرا: لا تقارن. هناك مثال شهير، مثال أمريكي، يقول: الحديقة في أو العشب في حديقة جارك دائما أكثر اخضرارا. دائما الزوج عندما يتزوج، وإن كانت زوجته جميلة وطيبة العشرة وحسنة الأخلاق،
دائما الزوج يميل إلى المقارنة، ويميل أيضا إلى مقارنة زوجته من حيث الجمال ومن حيث حسن طبخها وحسن تنظيفها للبيت إلى ما ذلك، يميل إلى مقارنتها مع أخواته ومع النساء التي يعرفهن سواء في العمل أو إلى آخره. فالمقارنة دائما تكون ظالمة في حق هذه الزوجة. وكذلك لا تقارني زوجك مع إخوانك أو مع أبيك، لأن لكل شخص شخصيته الخاصة به ولكل ظروفه، وبالتالي يجب علينا كما قلت آنفا أن يتقبل كل واحد منا شريك حياته كي تستمر الحياة الزوجية على أحسن ما يرام. الآن سوف نتعرف على بعض مفاتيح السعادة الزوجية. هناك بعض الأشخاص يجيدون المناورة ولا يجيدون المحاورة. إذا كنت من هؤلاء، أي من الذين يجيدون المناورة ولا يجيدون المحاورة، ستجد دائما مشاكلا في حياتك. كن صريحا وكن محاورا جيدا ولا تكن مناورا، لأن تهربك من المشكلة لا يزيدك، لا يحل المشكلة ولكن يزيدها تعقيدا. وكلما تأجلت وتقادمت المشكلة كلما صعب حلها. وقلت صعب حلها ولا أقول يستحيل حلها. لذلك إذا كنت تجيدين المناورة أو إذا كنت تجيد المناورة، فحاول أن تبتعد عن المناورة وأن تكون مباشرا وصريحا. أول مفتاح من مفاتيح الزواج أو من مفاتيح السعادة الزوجية ومن مفاتيح تدبير الخلافات الزوجية مفتاح التواصل. وهذا المفتاح وضعته كمفتاح أول لأنه مفتاح مهم جدا في تدبير وإدارة الخلافات الزوجية. بدون تواصل تفشل الشركات، وبدون تواصل يفشل المدرس، وبدون تواصل يفشل البائع في بيع بضاعته ولو كانت بضاعة ثمينة، ولو كان يبيع الألماس. بدون تواصل لا يمكن للإنسان أن يكون أصدقاء، بدون تواصل لا يمكن للإنسان أن يحبه الآخرون. إذن مفاتيح التواصل كثيرة جدا، من أول إبرازها أن تتكلم بصراحة وأن تترجم أحاسيسك وما في قلبك وشعورك للطرف الآخر بلغة واضحة مفهومة وصريحة. النقطة الثانية، لا تتكلم وأنت غاضب، لأن الحديث أو التواصل ونحن منفعلين أو نحن غاضبين أو قلقين يؤثر على الآخر. وقد قال ابن خلدون في كتاب المقدمة: البقاع تؤثر على الطباع. فإذا كانت البقاع، والبقاع هو جمع بقعة، إذا كانت البقعة أو البيت أو المنزل أو الحديقة إلى غيره كانت تؤثر على نفسية الإنسان، فكيف بانفعالاتنا على الآخرين؟ وتذكر دائما تفاعل ولا تنفعل. النقطة الثالثة، احضن شريكك لمدة دقيقة، لأن اللمسة والحضن من الأشياء التي توطد العلاقات بين الطرفين. وأخيرا عبر عن مشاعرك بلغة صادقة وبلغة فيها إشعار للطرف الآخر بأنه يتربع في قمة هرم الأشخاص الذين تحبهم. من مفاتيح الزوجية السعادة الزوجية كذلك، ومن مفاتيح تدبير وإدارة الخلافات، أولا لا تحمل المكبر وتكبر أخطاء وسلبيات الزوج أو الزوجة. وهذه النقطة تحدثنا عنها قبل قليل، وقلنا لا تركز على أخطاء الآخرين ولكن تغافل،
لأن التغافل من شيم الكرام، ولأن التغافل من صفات الزوج والزوجة الناجحة. من النقاط المهمة أيضا التي تساعد على إدارة واحتواء المشاكل الزوجية أن نبادر بالاعتذار مباشرة بعد الخطأ، وأن نضع المشكلة في إطارها الصحيح، وأن لا نعطي المشكلة فوق يعني حجمها الطبيعي، يعني أن لا نضخم المشكلة وأن لا نقزمها، وأن نعطيها سياقها وإطارها الذي تستحقه، حتى لا ننفعل بشكل مبالغ فيه أو بشكل غير مرغوب. كذلك جلسة المصارحة كما قلت آنفا، دائما هذه الجلسة من الجيد أن يعتاد عليها وأن يمارسها الزوجين من حين لآخر، لكي يفرغ كل طرف تلك الشحنات السلبية وتلك الأحاسيس الدفينة التي تزعج كل طرف من الطرف الآخر. النقطة الثالثة، امدح شريك حياتك أمام أسرتك وأسرته. وهذه هذه النصيحة هي نصيحة مهمة جدا، لأن النفوس جبلت على محبة المدح، وكان العرب في القديم يحبون أن يثني عليهم الشعراء في أشعارهم، وكانوا يعني يعطونهم أعطاء فيه سخاء وفيه إسراف نظرا لحبهم للثناء. فالإنسان مجبول على حب الثناء وحب المدح. كذلك أمسك يد شريكك وأخبره بمشاعرك التي تكن له. من الأمور المهمة أيضا في تدبير العلاقة الزوجية وتدبير الخلافات الزوجية أن تتوقف عن لعب دور الضحية. هناك بعض الشخصيات تحب دائما أن تكون أن تلعب دور ذلك الممثل المظلوم الذي تكالبت عليه الدنيا، وتكالبت عليه الهموم، وتكالبت عليه المشاكل. لا بد على الإنسان ألا أن يكون قويا في شخصيته. كن حساسا ولا تكن هشا، ولا تكن هشا، وتوقف عن لعب دور الضحية. النقطة الثانية، عبر عن احتياجاتك بوضوح وبلغة مفهومة. وكما تلاحظون كذلك هذا العنصر عنصر مهم، لأن التواصل دائما هو الطريقة الأمثل والأقصر والأنجح في فك تلك العقد وفك المشاكل الزوجية بدون مشاكل. دونك عبر عن احتياجاتك بلغة واضحة ومفهومة وصريحة. كذلك من الأشياء المهمة، فاجئ شريك حياتك بهدية. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا، تهادوا تحابوا. وكذلك من الأشياء التي تزيد المحبة بين الزوجين، إفشاء السلام. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة: إذا دخلت على أهل بيتك فسلم عليهم، يكن لك بركة عليك وعلى أهلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. فإفشاء السلام من الأشياء التي تزيد المحبة وتزيد الوئام والود بين الزوجين. تذكر كذلك أن وراء كل سلوك نية حسنة. في علم النفس، وراء كل سلوك نية حسنة. ودائما فلنبتعد عن سوء الظن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، وقال عز وجل: إن بعض الظن إثم. فالظن مذموم في العلاقة الزوجية، ولا يجب علينا أن نظن بالطرف الآخر شرا، أو أنه دائما أن نؤول أفعاله أو أقواله تأويلا فيه سوء ظن. بل من أخلاق المسلم ومن صفات المؤمن أنه دائما
يجد العذر، وأنه دائما يتغاضى عن أخطاء الآخر، وأنه يحملها على حسن الظن. وتذكر أيضا أن الأصل في الإنسان أنه كثير الأخطاء. قال صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء. ولم يقل صلى الله عليه وسلم خاطئ، بل قال خطاء، وهي من صيغ المبالغة، لأن الإنسان كثير الأخطاء. وكذلك من الأشياء التي تساعد في تدبير العلاقة الزوجية حسن التصرف من خلال اختيار المكان والوقت المناسب لإظهار رفضك لأمر معين أو لحل مشكلة. ليست كل الأوقات مناسبة للتحدث في المشاكل، ومن أسوأ الأوقات التي يمكن أن يتحدث فيها الطرفان عن مشاكلهما الزوجية حينما يكون أحدهما في حالة انفعال أو هيجان أو غضب أو قلق أو في مشاكل مادية أو إلى ذلك. كذلك من بين الأماكن التي لا يجب على الزوجين أن يتحدثا فيها عن مشاكلهما هي في بيت الأهل أو أمام الأهل. كذلك تذكر أن الإنسان ليس سهل التعديل كالآلة. الإنسان مزيج بين العقل والقلب، ومزيج بين الأفكار والمشاعر، فلا يمكن للإنسان أن نغيره بآلة التحكم كالتلفاز، أو أن نغيره كما يغير أحدنا قطاعا غيار أو قطع غيار للسيارة أو لآلة معينة. فالإنسان دائما مجبول على حب سماع الكلمة الطيبة، والكلمة الطيبة كما قال صلى الله عليه وسلم صدقة، فكيف إذا كانت لأهلك أو من هو تحتك أو لمن أنت تعامله في الحياة اليومية. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في هذا الصدد، في مسألة الكلمة الطيبة، قال صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة. وقال عز وجل في كتابه الكريم: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فالكلمة الطيبة تشرح النفوس وتفتح الأذهان، وكذلك تطيب الخواطر وتجعل الآخر مقبلا عليك، منشرحا لك ومطواعا لك. ويكون أيضا الإنسان الذي دائما ما يتحدث بكلام طيب يكون مقبولا ومحبوبا عند الناس. كذلك من أبرز الأمور التي تساعد على حل وإدارة المشاكل الزوجية الدعاء، لأن الدعاء كما قال صلى الله عليه وسلم هو العبادة، والدعاء يساعد في صلاح الزوجين وصلاح ذات البين. أخيرا، لا تجعل أول حلول التي تتجه إليها هي الطلاق، أو هي الانفصال، أو هي الرغبة في التخلص وإنهاء هذه العلاقة. لا، وكذلك فليكن دائما شعارك في الحياة أنه لا مشكلة أكبر مني، ولكل مشكلة حل. وكذلك تذكر دائما أن يكون نصب عينيك أن المشكلة التي تعترضك في الحياة أو في حياتك الزوجية خاصة أنها ليست نهاية العالم، وأنها مهما كانت كبيرة فستحل بإذن الله ما دام الطرفين أو الطرفان يعملان على ذلك ويرغبان في ذلك. ودائما كما قلت قبل قليل، دائما الإنسان لابد أن يتصف بصفات وأخلاق إسلامية تجعل منه إنسانا سهلا وإنسانا سريعا في ومبادرا في التسامح وفي العفو. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله عبدا سمحا. فهذه الصفة، صفة
العفو عند المقدرة والسماح هي من صفات المؤمن. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة لمن كان سمحا وكان ذا خلق سمح. فتذكر دائما أن وما تفعل من خير تجده عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو، ولا تنسونا من صالح دعائكم، ولا تنسوا أن تساعدونا في نشر هذا المحتوى، وكذلك في بتعليقاتكم الرائعة. ونختم بهذا الحديث النبوي حيث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في عتق رقبة، ودينار أنفقته على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقت على أهلك. وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، والحمد لله رب السماوات رب الأرض ورب العرش العظيم.